عامر ما شفتك صلاة العصر بالمسجد. صليت بمسجد بعيد، كان عندي مشوار. يبا أنا صليت وراك، شفتني؟ إني صليت وراك بالمسجد، ما شفتني؟ الصلاة بالمسجد واجبة لأبوك. أجلد يا أبو عامر ولا تبالي. خلاص خلاص يا بنتي، يبا تكفين، بس بجرب هذا الفلتر. طب والله إني أشبه لأمي. ومين قال لك إنك تشبهينها؟ يبا صح أنا أشبه أمي؟ لا لا لا، ما أنا ذاك الشبه بين سبينها. طيب يبا أنا أشبهك. الله لا يقوله، أن تشبه واحدة من عماني أقشر أمحك ما ينجدر أبدا، ويسمونها الحرش. وعلكم وسليمان يبا. سليمان طالعين على خواضه. إي حبيبي القعدة سليمان طالع على هلي، الله يرحم أبوي، يشبه بالضبط. طب والله إني أشبه لأمي. أوه معلقة أنتي، ترى مو بغصب إنك تشبهينها. أنتي يا بنيتي لا طلعتي لا على عمانة ولا على خوارس، بس أنتي أحلى واحدة بالعائلة. يا سلام يا نوف، من قدك أبوس يمدحك من بيننا كلنا. ما لي دخل، أنا أشبه أمي وبس. يا حليل هالبنية، خاطرها ضيق ودنا شيء يزعلها. مشينا نراضيها. غريبة تراضونها لله؟ حنا نراضيها بطريقتنا، بس نرجع عدم التخريب. دعوا القيادة لنا واستمتعوا بالرحلة. ادخل. ايش فيكم؟ اسمي نوف، حان وقت ظهور الحقيقة. الحياة هذه أسرار، بعضها يدفن مع أصحابه وبعضها لابد أن يظهر. وش قاعد تخربط أنت؟ خلاص يا عامر، كلها بدون تمهيد، موضوع لا يقبل التأجيل. وش فيكم؟ تكلم أخلص، توترت. نوف أنت من تبختنا. يا سخفكم، تراكم فاضيين بزيادة. نوف أتكلم معس جدنا، أمي وأبوي ما كانوا يبون يقولون لس، بس بما أن جاء طاري قبل شوي قررنا أنا وأخوي سليمان نقول لس الحقيقة، بس بذمة سندرى أحد وخاصة أمي وأبوي. ما لاحظت أن أنت الوحيد اللي ما تشبهينا، وأبوي وأمي دائما يحنون عليك ويحبونك بزيادة لأنهم رحمينك. هم كان نفسهم البنت، بس ما الله رزقهم فخذوكي وتبنوكي، ويوم ورا يوم ثقل عليهم الوضع، فقررنا أنا وأخوي أن نقول لس الحقيقة. والله ما كان ودي أنوف، بس هذه الحقيقة. ممكن تطلعون برا الحين؟ شو ذا عشان قلنا لك الحقيقة؟ أدري الحقيقة مرة. أطلع أنت وياه والله، ما أبغى وديكم. مساء الخير. وراك رجعت هالولد، هم أمه تقول ودى الخالة. خالة طلع مو بكفو، الولد بيمدد معنا يومين إلي ما تطلع أمه من المستشفى. بسم الله. سبحان افتح الباب. وش فيه انت قايل له شيء؟ اصلا هو من جوه وهو متضايق. يا ولدي افتح الباب. خليه يفتح الباب لا يحس غرفتي. اتصل بالدفاع المدني لا يجي الولد شايلنا بلشمه. يما وش فيك انت؟ وين كذا الولد؟ وين كنت تكلم؟ خلاص خلاص اتركوه، المهم انه طيب. مهم منك من خالك المنحوس. لا تاخذ بتاع غرفتي ثاني مره. انا اسحب مفاتيح الغرف كلها. واجا خالي الولد وطلع علينا مسدس واطلق 3 أو 10 طلقات. حدد 3 ولا 10؟ عشان ما اكذب عليك 15 طلقه، كلهم هربوا الا انا. طيب الولد فينه؟ اي ولد اللي تحكين عنه؟ لا 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 ما اعرفه، لا تورطني معه. رجعت يا حرام الشاورما. يا ليل الليل، انت ما نسيت ولا تزعل يا ابويا، اليوم عشاك علي. حنا يا القعيطي تبي عشيك؟ لو تبي قطره ماء وشافك ميت ما اعطاك اياه. شوك شو عارفه نوف طفش، ودي اطلع برا ودي اتمشى، حتى سمحان قال لي انه طفشان. يا كذاب، اصلا سمحان ما يتكلم. ها قال لي بلغه الاشاره. خلاص شوف وين تبغى نروح. نبغى نروح نشرب عصير.
ناكل الاسكريم اللي كلنا ذيك المرة وتاكلين السلطة اللي تحبينها وبعدها نروح السينما ونشوف لنا فيلم. سينما لا، أنا وراي مذاكرة ولازم أرجع أذاكر. ناخذ عصير ونرجع. يس يا قوي، تحسبني ما أدري إنك جيت البيت أنت وهالقديس اللي معك؟ تراني عارف إن كل شيء وسمحان والله لا أخذ غصب عنك. تبطي عظم سمحان أمانة عندي ولا راح استلمها إلا أمه، وأنت الملحوس لعد تتصل على الرقم ذا. يلا دزها دزها. كفو يا عامر. ايوه تقول الطول يا ولد عمي. صوت يخوف. يخوفك انت وشكالك، اما انا ما يخوفني. مش حابين تطلبوا؟ بس ما تحط لي ميني بانكيك ميكس شوكليت وانا حليب موز فراوله. وسمحان شو نطلب له؟ سمحان وين الولد؟ ما ادري كان ورا هنا. لو سمحت ما شفت ولد لابس ثوب. اي ولد؟ امشي. ولا تطلعيني من دون ما تقولين لي ليه. خلاص خلاص يلا مع السلامة. عسى خير يا ودلعه. سمحان اختفى خاله الملحوس وانا بروح له. وانت من جدك بتروح له؟ اي بروح له، والدجاجة يقعد بالاستراحة واللي براسه قدحه ورجال يجي معي. الله هذا كريم النبا هذا طويل اليمين والمرجال صار حاكمها وسلطانها والمرجال صار حاكمها وسلطانها هذا كريم النبا هذا طويل. خلوه يرجع عامر، هذا جيب رنج آخر موديل تستاهله. يوم الخميس الجاي إن شاء الله زواج بنت صديقي أبو مشاري بالمجمعة، ويبون عامر يحضر عشان يحيي الحفل. وجارتنا أم ناصر تقول زواج ولد اختها يوم الجمعة في الدمام، ويبون بعد عامر. مساء الخير. فنور. سلامات يا نوف. وصلت للجامعة وإلى الآن يذكرون لي اسمي وبوي. وش خليت للبزر سليمان؟ إني وش دخلك أنت؟ نوف يا عامر تسجل طلبات قريبنا. جوالي ما وقف. يبونك تحضر وتهي حفلاتهم. تعال يا عامر يا الكفو. تصدق كل ما أشوفك أتذكر خالك مساعد الله يرحمه. طيب وش المقابل؟ إيش المقابل؟ المقابل تروح خصم عليك. عامر بلا لا ترتبط واحد بكرة. صديقي راكان يبيك تحضر زواج أخوه ويبيك ترفع فيه وتمدحه عند نسايبه. أيوة ما بيقل لميري سألوها يمكن تبيني أحيي حفل ولد حارتهم في مانيلا الجمعة 31/12 برفحة. تمام حول عربون 15,000 عشان أكد لك الحجز. هذاك بالأيام العادية، هذا غير التذاكر وبوكت ماني. أنت طالبه برأس السنة تبي ولا كنسل؟ زين زين أنتظر عربونك. من صرت مدير أعمالك واتصالات ما تقف تراكم حجوز خميس وجمع وسبت فل أوردر. كفو عساك على القوة يا المحزم، بس ورا ما تغير الدفتر ب40 بايباد تراك مدير اعمال اقوى شاعر محاوره بالوطن العربي. وشو له الخسائر ايباد ب3000 دفتر ب40 بريالين يوفي بالغلط. واهم شيء المضمون الزبده ابو الشاعر ذا وش قال له؟ مترك وده يلعب معك محاوره وترى يتحداك بسناب يقول بلعب معك محاوره بخيمه حنا لها. وش قلت؟ كلمه وقل لعامر قبل التحدي والوعد بكره وخلى العيال يجون. شاعر ولا فكرتي في الشعر وطلق شنب مشروبي فنجاله
ولا عليك ضيق الصلاة انت تحاول تلفت الانظار ولا كل يبي يصور كيبي جوا ولد مكسور لا مكسور دقيقة يا رجال الرجال هذا متحديني بالسلام واشغل ولد عمي يقول يبي عامر يجي هنا بخيمة حنا لها وانا جيته وبالاخير يعطينا بيت مكسور بسم الله ما شاء الله ونعم الحسب والنسب ونعم التربية أتدري يا أبو صالح الحقيقة أول ما كلمتني بالجوال والله إني ما ترددت على طول رحت لبنيتي روان وعلمتها لأنها لازم تكون على علم بارك الله فيك وبيض الله وجهك وصالح ولدكم مثل ما هو ولدي ولكن هذا ما يمنع أنكم تنشدون عنه نفعة لكم والبنتكم الله يهديك يا أبو صالح أسأل عن واحد حسبة ولدي لا والله إنه رجال وينشر الله يسلمك بارك فيك يلا يا ولدي صالح قم معي شوف البنت ما شاء الله حاضر بحاضر اي على ما قالوا خير البر عاجله هذه روان يا صالح كيف الحال؟ تمام ما شاء الله تبارك الله يا وليدي الظاهر إن شاء الله أنك موفقنا هالمرة وعلى قولتهم السابعة ثابتة ما تشوف شلون الرجال قايم بنا أكيد أنا بيزوجك البنت الله الظاهر البنت تكمل دراستها يبا وش دريك؟ من اللي أنا شفته هو يا ابن الحلال يمكن خيرة وبعدين ترى الجمال مو بكل شيء يا ابن الحلال عين خير بس هذا جزاتي وقف معك وقفك معي إنك تسكت أنت ما تحس باللي أنا أحسه به يوم شافت السنة شافت شيء يقرب محشوم يا ولد العم بس ترى العين بحر وش دخل هذي ما ادري بس حبيت اجيبك اياها بلفه ليلك هلا والله ليلك عليك اسم بعد كانه اسم اغنيه يا شينك هذا اسمي شو سوي عاد ابوي مسميني كذا الله يعين ابوس على اس يا اخي لا تطقطق علي ترى اللي شافع لك وجهك ولا انا اقدر رد الصعصعين استلمك وقتها ما تقدرين اقول ها لو عندي مثل وجه ياسر سنموري زينه شوف يشكم له وتضحك له وانا وش حليل يا اخلاق وذرابه واللي خطبته ما تبين من زين ياسر عاد ترى شيل بس الملاقات كذا جو مخيس هاقه يقول استخارت ولا الله يرزق عسمنه ولا تبي تكمل دراسته اتوقع شيء مودر بيقول لك ابراجكم ما توافق ما شاء الله ما شاء الله وش هالزين الله يستر خيركم لا ترسل راه تشوف يا ابن الناس انا ما ابي اظلمك معي ولا بيك تظلمني انا بصراحه اهلي ضغطوني وخصبوني اني اوافق على الملك وانا من الداخل ما ابي فعشان كذا ابيك بعد اسبوعين شهر بالكثير تقابل ابوي قل له انك استخرت وما ارتحت عشان لا اكسر كلمه اهلي ولا اضر وأتمنى الكلام هذا يكون سر بيننا عن إذنك عنهم واتمنهم دير بد دير بد دير بد دير بد دير بد دير بد أتحداك الشاورما البطلة وين عشاي؟ إيش كان طلبك؟ اثنين شاورما شطة مايونيز أبعة الحين وش طلبت؟ أربعة ولا ثنتين؟ تركت أنت وجهك أبع يعني طبقة واحدة ماكلة يا الفرامة
اوه هذه الطبقه الواحده؟ اقول ايش ما تشبع. درج انت درج وراك تاخذ طلبي. يا مويا كنت جيعان واكلتها سريع سريع، ترى الموضوع صغير لا تكبره. خذ هذه حقتي بالكاتشب. لا يا شيخ تكلنا على مزاجك، تعرفني ما اكل الكاتشب بالشاورما. خلاص كل ابو طبقه دي وانا اكل ابو الكاتشب. انا ما اكل بالكاتشب، تبيني اكل عقب ضروسك؟ ها دول مشاكل انت؟ انت قليل ادب وغير محترم. قليل ادب وغير محترم؟ عشان شاورما وطبقة واحدة سري يا بزر. انت البزر يا ورع دزها بس يا بكاية يا بكاية. ايوه يا بكاية يا ابن حلال كان مشيت الموضوع، ترى كلها شاورما. اقول دزها انت الثاني، مو باول مرة يسويها. اسمعوا لي صيح، هذا شكوش كله منكم، بكيتوا عشان شاورما اخس عليكم. أقول أطلع بكاية؟ تراك بكثرتوا عليه وشكو صاير حساس. وش عندك أنت هنا؟ أنت ولدو وين أهل؟ يا عيال ما في أحد. قل لي يا شاطر مو اسمك؟ خوفته يا شبهة. معلش بابا خذ. دق على أبوك ولا دق على أي أحد. جلسة مع الكفو تسوى ملايين، ولا السلايب ما منهم رجال. واللي مخاوى شرواهم مسكين، أنا أشهد إنهم عاشوا في شقا. جلسة مع الكفو واضحة وصريحة، هذا يبينا جلسة مع الكفو. أنا أقول ندق على الشرطة. أبولا أنت بتنكبنا، الولد ما يحاتي، يعني حنا اللي خاطفينه، كلهم هناك مخ شوكش اللي خلى باب استراحة مفتوح، حرام يا الشاورما. يدرس مع أخوي عبدو. طيب اسأل أخوك يمكن يعرفه. وش يدريك إنه يدرس مع أخوك؟ لأن أخوي عبدو يا ذكي معه نفس الكتاب. لغتي. لغتي. ما أقدر أكبوك سي، كل السعوديين يدرسون نفس الكتاب ذا، جيبه. سمحان بن غيلان، مدرسة عقيل بن أبي طالب الابتدائية. سبحان الخالق، قبل 10 سنين كان عندنا طالب نفس الاسم ونفس الشكل. طيب ما عندكم عنوانه ولا رقمه له؟ والله للأسف ما عندنا أي معلومات عنه. تركي تركي سم سم سم. هلا يبا. هلا ابوي. هلا هلا والله. هلا هلا بالقائد العظيم والدي. وش تسوي يا ولد؟ ابد اصلح السياره يبا خربانه. بهدلتك السياره يا ولدي، كل يوم وانت تصلح فيها. وش اسوي يبا؟ خليها خربانه. بيعها بيعها وطقها رجلي. وليه ابيعها يبا؟ لأني محتاج فلوسها. بعدين يا أخوي طقها رجلية، أنت توك شباب. شاف يا تركي، إذا ما بعتها وجبت لي فلوسها ترى أبدعي عليك العصر والمغرب واحتمال العشاء بعد. لا 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 يبا بس 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 ارحم والديك. لا تكمل لا تكمل، تكفى خلاص خلاص. ليه كل هذا؟ أبى أبيع السيارة وبعطيك فلوسها بس يعني معليش بعد إذنك، يعني بعد إذنك يبا أبى أتسلف منها شوي. نعم تتحذف منها؟ إلا السلف ذا، لا عاد أسمع كلمة سلف منك، فاهم ولا لا؟ أتحذف منها. طفها طفها ها طفها. ها رايك
والله بشريها منك ب6000. شو اللي 6000 يا ابن الحلال؟ انا يا اخي ترى ما بعتك ايفون. الايفون اغلى من درزعتك ذي، ما فيها الا قطعتين ثلاثه ولا الباقي حديد. على الاقل يا اخي قدر صاحب السياره، وش فيك انت؟ من مثل ما اعرفه عشان اقدر. المهم اسمع، ترى جاتك هالسومه 6000 تبي ولا السوق مليان سيارات؟ خلاص يا ابن الحلال، هالدراهمك هالدراهمك. زملائي الطيبين، زملائي المطانيخ، كريمين العطايا، انتم عارفين انه انا ما عندي اهل ولا عزوه. انتم عزوتي، والله انتم عزوتي يا عيال. اكيد تبغى حاجه، يعني على اساس انك صدتني يعني ايه ابي حاجه يا عيال؟ انا بعت سيارتي ب6000 ريال، وبصراحه بشتري لي سياره جديده، وناقصني بس 30000. فزعتكم يا عيال، ايش فيكم؟ سدد اللي عليك اول بعدين تعال اطلبنا. ترى في شيء اسمه بنك، حط فلوسك فيه، ما تدخلونها كاش. ايش فيك يا اخي؟ يا اخي تدري ان عندي ايقاف خدمات؟ فزعه يا عيال، ايش فيكم؟ سلف، فزعه، دين، ايقاف خدمات، توقيف، ختمت كل القضايا. عدل وضعك اتركي لمتى؟ طيب شباب، ما دام الموضوع انفتح، تراني اطلبك 7000 ريال. وانا ابي منك 2000 ريال. وانا معطيك سماعات وكمبوت رياضه. ما حد سلم منك يا كاذب، وانا اطلبك 7 ريال. اذلوني علشانكم اعطيتوني الفلوس هذه، بذلوني وخلاص. فلوسكم هذه انا ما ابيها، خلاص ما ابيها، خذوها ووزعوها بينكم كلنا ياخذ حقه. ما ابي شيء خلاص. سبحان بن غيلان، مدرسة عقيل بن أبي طالب الابتدائية. سبحان الخالق، قبل 10 سنين كان عندنا طالب نفس الاسم ونفس الشكل. طيب ما عندكم عنوانه ولا رقم هلا؟ والله للأسف ما عندنا أي معلومات عنه. يا عيال جاني النوم، وترانا مواصلين من أمس عشان البزر ذا. أنا أقول نخليه عند باب الاستراحة، يمكن يجيبوه وياخذه. تبين أتركه بالشارع بهالشموس؟ أنا أقول نحطه عند حدانا لين نشوف له حل. لا 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 لا، أنا خاف من أبويا يحسبني تزوجت، وهذا ولدي. وأنا ببلش بعزابي ساكنين لحالي نص يومي بالاستراحة، وأنا ما عندي أخو صغير، لا راح عند البيت بيطفش. وقلت ليه ما أخليه معنا بالبيت إلين ما نلقاه هلا. عجيب والله، أنا فاضي أربي عيال الناس عشان أربي عيالي. يا وليدي المفروض توديه للشرطة، تلقى أمه الحين قلبها متقطع عليه. كيوت مسكين، خلوه يقعد معنا. يا عمري وش اسمه؟ اسمه سمحان، بس ترى يسمع ما يتكلم. خلاص أجل، أنا بعلن عنه بتويتر برقم جوالك، وأكيد هلا بتوصلهم معك. ترى نلعب بلاي ستيشن. أنا أقول اللي مصبرني عليكم طول هالسنين أصبر على الأرض يومي. أبد، وسويت إعلان ولا حد اتصل علي. أنا أعرف لك واحد تبنى له طفل وصادق أن فاتحة الدنيا بوجهه. يا حظك بالأجر والثواب يا عامر. سلامات يا أبوي، تبي تدبسون الولد فيني؟ انا يلا اصرف على نفسي. النشبه ذا يبيك، النشبه ذا يبيك. علا، عامر وصلت خير؟ انا ام سمحان. ام سمحان، سمي خاله. وليدي طيب بخير؟ ولس طيب، ما في الا العافيه، وينس انتي؟ احنا صار علينا حادث، انا وابو سمحان وسمحان، وابو سمحان توفى الله يرحمه، وسمحان فقدناه من بعد الحادث. تكفى يا عامر، ما بي سمحان يجي خبر. لا تشيلين هم، والله ما يجي شيء وراسي يشم الهوى. ابيك تودي سمحان عند خاله، برسل لك موقع بيته ومانه، تسلم سمحان الخاله يد بيد. ابشر بعزز، اعتبري سمحان مثل اخوي. طيب وش اللي ثبت لنا انها امه؟ ابي كلمه يا عامر. خلاص يا خاله، الحين هو في البيت مع حلي، اصل هناك وخليه يكلمس. مع السلامة. الحمد لله. والله فرجت سبحان يا وليدي، الحمد لله اني لقيتك. اسمع، روح مع عامر عند خالك، وترى بجيك بعدين اخذك من هناك. عامر تكفو انتبه لسبحان،
تراها أمانة عندك. مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. متأكد إن هذا الموقع؟ إيه متأكد، وهذا هو البيت. وراه ما تزم عليا، يمكنه مرسل لك موقع غلط. يا ابن حلال دقيت عليها من يوم ما طلعنا ما ترد. خلاص دامنا وصلنا خلنا ننزل نشوف شو الوضع. شينا وش رأيكم نسأل الجيران؟ نسأل الجيران وش نقول، هذا بيت الخال ولا لا؟ طيب خلونا ندق الجرس وشوفونا بالكاميرا. عساهم يدقون حالتك، البيت قديم شبوا جرس. لا بعد مو كاميرا. لا قطت حتي. مشينا عيال. في صوت هنا. من هالحيوان اللي ترك باب السرداب مفتوح؟ هذا والله.
صدر هدف الكابتن سعيد العويران على بلجيكا جميع عناوين الصحف العربية والعالمية التي تناقلت هذا الخبر، وهذا الهدف الذي أهل المنتخب الوطني إلى دور 16. الباب ولا جاني احد، هيكون لعب عليك بس. من هو عامل هالتقولين؟ اجلس يسلي الى الرجل. لحظه سمعت صوت. دقايق وارجع اكلمك. لا تفرح، توها ما انتهت. لا تأمن الهلال حتى يدخلون غرفة الملابس. وينك اليوم يا العينية مكشت معنا؟ عسى خير يا أخي، ما في احترام الخصوصية. قايل لك مشغول مع أهلي. كاذب، كان بمطعم سحب على كشتتنا عشان أكل. وش دراك أنت؟ صاحبي الكاشير بالمطعم شافك. كل الأخبار توصلني. ما انت بعاقل يا خالة قماشة. المفروض البلاهي ما يجلس بالهلال ولا دقيقة. يا حبيبي شخصيته في الملعب تكفى 20 لاعب، يستفز الخصم، يعطي اللعيبة الثقة، غير الأهداف اللي تيجي وتنقذك. إيه هذا الكلام الصح. شخصيته على نفسه يخرب اللاعبين علينا. شوف الحين كلهم يدخلون الملعب تنشين ويطلعهم من الملعب. يا أبوي ذا سلامات. الحين أنا أصيح علشان مباراة الهلال. أنت يا مدمية ليش تصحين؟ بالله يا عطني. أصلاً جو المباراة كان مشحون بزيادة. أنت اللي جوك مشحون بزيادة. طلع منها فضيلك أنا. شفيس؟ يا أخي ما مداني أروق، اللي جت أمي ونكدت علي. ليه؟ وش سوت؟ كلمتها واحدة تبي تخطبني لولدها. هذا وقته؟ في حد يخطب بالاختبارات؟ يوم جيت أناقشها سكتتني. خلاص خلاص يا أختي، انتبهي لدراستك وركزي. خلي الموضوع ذا علي، أنا بكلم أمي. لا تشيلين هم، أنا بكلمها والله لا ضبط، والله لا ضبط. بس اسمي أبي تركزين وتعطيني الدكتورة زي ما قلت لسول. وضعية وشو؟ متروفيتش. اي مترفتش كفو والله. يا ولدي انا وابوك ما عندنا مانع، البنت في سن زواج، لا توقف طريقها. يمه انا ما بيلها لك الخير، بس البنت متقروشه وعندها اختبارات، وحنا تبينا نقول للناس يجون في الوقت اللي حنا نبيه. تصيب وجاهه الولد، ما سالنا عنه ولا نعرف اي شيء عنه. هو بس يجي بكره وبيشوف، بعدها عندنا وقت نسال عنه ونعرف كل شيء. طيب يا ابو عامر، الحقيقه لنا الشرف اننا نصير قريبين منكم. هذا ولدي سعد الله يسلمك من خيره الرجاجيل، رجال حط على يمناك في كل شيء، ما همه الا البيت والدوام والمسجد.
فقط لا غير. لا وبشرك بعد شيء ما تدري عنه، راعي صيد مثلي أنا وياك، أنا أتمنى أن نطلع كشتة مع بعض وشوف عائلة. ما شاء الله، إلا سام راتبكم نعم. راتبه 12,000 ريال. لو أنت تشتغل يا سعد؟ يشتغل الله يسلمك يا وليدي في شركة حكومية، عقودهم حكومية. الله يوفقنا وياه. لا وبشرك أبو عامر راعي صلاة، محافظا على صلاته بالمسجد. هذا اللي احنا نبيه. الله يسلمك، الله يطول عمرك. حوارها صايرة ذي، شكلها تقصد قرنفلة. من هي قرنفلة؟ أما ما تعرفينها، ذي عالمة الطاقة طايحين فيها البنات، بس إنها ما تطلع وجهها. إيه أنا قد سمعت عنها، بنت خالتي شرت من عندها خلفية وفعلاً مفعولها قوي. إيه عشان كذا ذا السعلوة زعلانة. سبحان الله، زي الطقاقات، تشتري فيهم واحدة يحقدون عليها الباقيات. راحت أيامك البرد. وين أيام الصكات الحلوة والطحن؟ دحين بزورة كلكم مشغولين. أول شيء نسيت تغسل رجولك من الاسمنت. ثاني شيء من زين لعبك يوم إنك تتشرح أنت وياه، أقول دزها ورانا رزق، ما إحنا فاضيين لك. يا عيال تعالوا شوفوا بسرعة، بنات استراحة 4 تابعوا حساب قرنفلة في تويتر. إي والله حلو 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 يا شباب، هذا أنسب وقت ننزل فيه صور الخلفيات الجديدة حقت الربابة والمروحة. حلو، ونحط سعرها ب 150 ريال. يا عيال جتني فكرة، إحنا ليش نبيع صورة المروحة؟ نبيع المروحة بكبرها. شلون وليش؟ أنا أقول لك، الحين اللي يشتري صورة مروحة ب 150 مستعد يدفع دبلها مقابل طاقة أكثر. نشتري مراوح من البطحة جملتها ب 15 ريال ونحط قيمتها ب 500 ريال، ونقول إن هذه المروحة مشحونة بالطاقة تسحب منك الطاقة السلبية وتهف عليك بالطاقة الإيجابية. تكفى مدها. والله إنه ذيبان يا عيال. يا عيال أنا بصراحة أول مرة واحد يتفوق عليه بالنصب. سنة سبك ودعمي. لا بالعكس، هذه سبة مشحونة بالطاقة الإيجابية. أي وربي لو ما تيجوا دحين تلعبوا معانا أنا وكفتة نخرب مشروعكم. ياوة بروح المي وملاهب وأقول لهم أنتوا قنبلة قرنفلة. لا تنكبنا يا ابن الحلال، خلاص بنستاجلكم اثنين يجون يلعبون معكم. بيجيكم لوث، الله لا يبلانا. نقد تم. الحين انت وش مقعدك ورانا؟ كل الطاقة السلبية اللي بتطلع من جسمنا بتجي عليك. مو جايين الا العافية. والله يا بنات هالقرنفلة فظيعة، احس الطاقة السلبية انشفطت شفط من جسمي وطارت في الهواء. والله اللي انشفاط جيوبكم يا المخفات. اقول اسكتي بس، انت وش عرفك؟ مساء الخير. مساء النور. احنا محل ورق عنب تونا فاتحين محلنا جديد، وحابين نهدي جيراننا والبيوت اللي حولنا والاستراحات، واتمنى انكم تقبلون مني هالعينه ان شاء الله وتكونون يعني من زبايننا. تفضلي. الله يعافيك، بس وش اسم المحل؟ قرنفلة. قربيط. قربيطة. يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا. بطت معك على أكمل وجه. شكوا في شيء؟ حسوا في شيء؟ أبد أبد، دلاخة فل. كفو والله. الحساب يلا بسرعة. دوك 500. يا أخي أحس إنها ما تكفيني. وش اللي ما يكفيك؟ هذا اتفاقنا. والله إني داري إنه بيسويها نفس حركاته في الجزء العاشر. ليه وصال في الجزء العاشر؟ لا سالفة طويلة، أنت ما كنت معنا، بعدين أعلمك إياها. أخلص، كم تبي؟ والله يعني دام الله أكرمكم موقع وطاقة ومراوح يعني ما يعجزكم 2,000 ريال، بعدين توكم بايعين قبل شوي 300 مروحة. أبوك يطمع، يحس برانا يا عيال ذا. خلاص يا صالح عطى 1,500 خليه يسري. هاك يلا مع السلامة. دير جان تقطع بالسبيت. كم يا رجال مشينا مع الدكتور؟ هاي 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 وين؟ دافعيكم حق ساعتين والحين ما راحت لنا نص ساعة. وين حنا سياكل؟ بعدين أخوياك ما يعرفوا يلعبون. طيب أعطوهم فرصة ثانية ولا رجعونا دراهمنا. تعقب دراهمك والله ما ترجع لك، واخوياك لعبت وياهم. اما احنا جانا طلب تكميل صكه في النسيم. الناس اللي تلعب صح شيلها بس وخر انت بعد.
جانا هالورق عنب هدية من محل جديد فتح جنبنا. واو، مو طبيعية هالقرنفلة، ما مدانا نستخدم مروحتها إلا وطارت الطاقة السلبية وجتنا أشياء إيجابية. إي والله صادقة، شفتي؟ بس شلون بهالسرعة؟ لحظة، هذا وحنا ما جلسنا قدام المروحة إلا 5 دقايق جانا ورق عنب. أجل شلون لو نجلس ساعة؟ يمكن نتوظف كلنا. صدق من قال رزق الهبل على المجانين يا مجانين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألو يا أخي قطعتني. قطعت عن وشو؟ جلس التأمل. انضميت الحزب الوسوسة؟ وش عرف كنت؟ هذه جلسة التأمل لتنظيف الطاقة السلبية. أم عاد تنظيف بستم العادي. تدري شلون؟ شرها علي أنا اللي صارف معك بمواضيع أكبر من وعيك. نوف يا نوف. هاي الحين هذول تعرفهم؟ هي بالحلال، وش فيك؟ هذه استراحة هلاليين قريبين من صناع القرار. يعني شفت اللي يقولون لك قريبين من البيت الهلالي؟ أنت الحين معهم. يعني هذول رجالة الهلال؟ تقدر تقول كذا. شفت الشايب اللي هناك اللي في النصوحات قلم ابيض؟ ايه شفته. ايه هذا يلعب بلوت مع عفيفي، حتى القلم يسجل فيه. ام عاد ايه نفس القلم. نفس القلم. لا واللي بجنبه قد صور مع بن نافع. والله قويين. والله ما هم معقول يا جماعه. النصر جابوا لهم فوزيفيتش والاتحاد كانتي والاهلي برمينو، وان مسلكين لنا بنفيس ومالكم. بس مالكم جناح خطير ومكسر أرقام في الدوري الروسي. يا ابن الحلال، أنا لو أرفع ثوبي وانزل في الدوري الروسي حقك ده صرت هداف عليهم. حنا نبي لعيبة عالميين ونبي لاعب فيتي. بس أنا عقب صاحبة ميسي ما عاد يرضيني إلا مبابي. مستحيل يجي مبابي. وليه مستحيل؟ إن شاء الله. هذا كريستيانو طول عمرك جابوه في الدوري، شوفه يتمرن في العريجة. وبعدين يا حبيبي هذا الهلال الزعيم ما في شيء غالي عليه. شوفوا هذول يوم يجيبون النجوم يوزعونه في الأندية، صار مبابي غالي علينا. وراك عصبت علي، مالي دخل أنا. صديقي عامر ما يقصد يا ابن الحلال، هو وشلون يقصد إنه يبي لاعب أفضل من مبابي في الهلال. إيه صح، مبابي مزاجي ويضيع كثير. أنا أبي نيمار لاعب عالمي ويفيدنا تسويقيا ويحل لنا مشاكل الكرات الثابتة. يا أخي يا رجال، بلا نيمار بلا هم، لاعب منتهي وذابح تحت إصابات. أنا أبي لوكاكو. وأنا أبي حبة بخاري. سلامات يا أبوي سلامات. الحين مو بعاجبكم مبابي ونيمار، وأول تايطون ببن شرقي وعموري وخربين. يا أبوي وخر يدك أنت، مو بعلشان تعرفهم. أحمد ربكم على النعمة اللي أنتم فيها. والله أنك صادق. فسحتنا واجد، دورينا صارت سنة بلاي ستيشن، حتى مباراة الاتفاق ما نفوتها. بس ولو يا أبو محمد، يبينا لاعب فئة A واحد، كل الأندية عندها نجوم، إلا إحنا مستانسين بهارات ميشيل. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله الغفور الرحيم. إيوه وضحت يا أبويا. الله عليك يا حميد. يا أبويا هذا ناوي يبقى حمد الله والعيال، نحبه. أصبرني. صبرنا له، حط لي جدول الترتيب بالأول الدوري فرحان، والدوري دوبه مدى. الله يا الدنيا، الحين صار اسمه كذا حمد الله حاف، مو بهذا أساتي الحراق اللي صجيتونا فيه. يا ابوي يديك مرحلة وانتهت، دحين نبغى أجنحة تساعد بنزيما. اللهم لا شماتة، احنا يا الأهلي وضعنا في السليب،
فيربينيو من أول مباراة جاب هاتريك. تعال لي يا شبابي، كابوسك رجع لك، أبا رد التار. لو تلعبون بالمراعب حتفوزوا، ما حد عندنا، حتى نجمنا الوحيد حسان راح للهلال. ما قلت لكم أي لاعب يبغون يصرفونه الهلال يعطونه الشباب، وأي نجم في الشباب يبغونه الهلال يأخذونها باردة مبردة. أصلاً نادينا كلهم هلاليين ونصرويين، والشبابيين تركين لهم النادي يتفرجوا. آه يا بك البلطة. السلام عليكم عبد الغفور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا أيو. أنا بابا يجي اليوم، أنت هنا. هو يبيع مكيف. وين المكيف؟ هذا في نفرات كثير يجي يشتري مكيف، يبيع مكيف. مين بابا أنت؟ أبو تركي، أبو تركي. بابا ساكن هنا حارة قريب ابن الحلال، هو يجي اليوم. بيع أنت مكيف، وين المكيف؟ ما شاء الله، أنت تركي ولد أبو تركي. يا الله، دنيا سرى سرى يمسي. أنت أول صغير بس الله يعين، رجال كبير. أنا ما في معلومة أقول. يا ابن الحلال مطول أنت، وين المكيف؟ هذا في مكيف نفر يجي عصر يشتري، وهذا نفر ثاني يودي مكيف. حرامي، لحظة لحظة، فكر فكر علي بابا حرامي، أنت إيش سوي هنا؟ يا ابن الحلال اصبر شوي، وخر وخر وخر. المكيف هذا كان حقي وحط فيه شغلة باخذها وامشي. لحظة لحظة، وقف اسمع. أنا في موجود سعودية خشم 18 سنة، خشم 18 سنة أنا يمشي سيرة، ما في يمين ما في يسار. أنت يقبى شيء المكيف وروح عند نفر هذا يشتري. خلاص خلاص، أنا بروح معك واتكلم مع صاحب المكيف. طيب يلا رامي علي بابا. أدخل يلا. الله أكبر. ممكن توسعون شوي، انزنقت انا يا شيخ. اصبر انت، ليش انا؟ دنيا كبير، ضيق موجود قبر، بس اصبر. لا لا قوتك. طيب دوس شوي، امش يلا يلا، امش يلا. طيب متى بنوصل الحين؟ الله يا شيخ انت، ليه مستعجل؟ باقي خمسة دقيقة، خمسة دقيقة. اسمع اسمع، خذ خذ، امسك امسك امسك. طيب يا ليت لو يعني تسرع شوي، يعني ثلاث دقائق واموت من الريحه يا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب طيب. خير يا ابو الشباب؟ ما في، لا ما ما, ما في شيء. انا اسف، ما يا تلعب معايا؟ يا ابن الحمار بلعب ما جايين نعطيك المكيف، وبما أنني الكفيل جاي أسلمك إياه بنفسي. يا صديق نزل مكيف، دخل جوا. أنت الكفيل؟ إيوه. مرحبا بك والله، نخدمك في الأفراح على ليالي الملاح. يا أمي، ايش عندك انت هنا؟ يمكن واحد حطها فلوس بالمكيف وناسيها من زمان. ما شاء الله عليك ذكي، وشلون جبتها؟ درج انت درج، لا تفكر كثير. اوكي امش امش، اجلس اكسل سبايك، حنا في الاستراحه. يا هلال، فلوسكم طارت. وشلون طارت؟ اخذها الصاطي. ومن هو الصاطي ذا؟ وكيف راحت الفلوس عنده؟ يا ابن الحلال، انا غبيت الفلوس جوا المكيف، جاء ابوي واخذ المكيف وباعوا حق المكيفات، جاء الصاطي واشترى المكيف. والحين يا عيال، يلا 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 مشينا تكفون، خلنا نروح للصاطي نجيب المكيف. لا 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 لا، انا عارف الصاطي ذا ما عنده الا تبقيس وترفيس. الله مغنيني، والفلوس اللي دفعتها 10,000 جعل صدقه لوجه الله. صدقه؟ خفت ارخمه؟ اي خفت، وانا ارخمه يا شباب، ترى انا ارخمه. ما بقول تبوني اروح للصاطي برجليني؟ انا بروح معك، وانا ماني مخليك، ابى اروح معكم. وانا زي ما قال ياسر، فلوسي الله يجعلها صدقة عني وعن أهلي، الأحياء منهم والأموات. وأنا دافع 400 ريال بروح معاكم، والله ما يأخذها الصاطي بعدي ما افتتح العروب.
اوف اوف على ذا الكاميرات ناوية تنقلين الدوري هالحين بس خلي أحد يقرب لي كل شيء موفق أكيد حتى النية بتطلعينها إيه وبشكيهم بعد أتحداك العم البطلة أجل اليوم الفيلم 3D من يقول إني لغيرك أنا لك ماني لغيرك أنا متعلق وجهتك على اليمين إيه هذاك هو المحل الله لا يخليني منك يا جوجل باب الله لا يخليني ها جهزت ورق العنب اللي باسم حصة؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب، حسبي الله ونعم الوكيل. وش عليك منهم ذولي همج يطقون؟ وين ورق العنب بس؟ صالح لي شطة ما يدي شطة وكل يوم أكل شطة بعدنا أنا مشكلة نبدأ بهمم وراك ارتعت دوك الحبحر ده أقوى من الشطة صالح وراك ارتعت محتار مو عشان أكبر من قوم يا ولد النشبة ذا يبيك هلا أم عاد كنكم بادين بدري اليوم يلا يلا جايكم مع السلامة أوف بسم الله الرحمن الرحيم لعبت بحسبته دخلتي بالصبة أنا ضاربة فرامل المفروض هم اللي ينتبهون إيش دخلني أنا لا يا شيخة يعني إذا ضربتي فرامل يختفون في اختراع اسمه مرايات ناظريها قبل ما تضربين فرامل على قولتهم شرت الداش كام وضعت الفرامل ترى جوجل ماب هو اللي قال يوقفي ووقفت اي صح الغلط على جوجل ماب المفروض يعلن يقول يا اخوان ترى عمتي حصه بتوقف المحل ورق العنب انتبهوا اضربوا فرامل تستهبل انت وخشتك انت اللي تستهبلين ترى غلط عليه 100% انا استاذن وين وين ورق العنب اللي انا جبته من ياكله احس في ذنب ولا ودي اشارك فيه لا يكون بعد انت جايبه ذا الفشار يا المتهوره أقول اسكت بس يا البزر ما بك إلا أنت اللي تقيم سواقتي بنزين السواقة لو ما أنت عمتي كرهت بلغت الحين أقول أنت بربس خطش نبك وقمت تتفلسف علي قمت تتفلسف علي يا راعي الونيت يا راعي الونيت أمشي أمشي قدام ترى بلف أنا يسار وش فيك وقفت أنت غبي وش تناظر أنت أمشي أمشي أقول وش تناظر وش تناظر أفقع عيونك الحين وش مناسبة الكيكة؟ وان ذا بنذرك معي ترى كل شيء مسجل تعرف بالقسم إن شاء الله وش فيه امشي 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 وأقول لك يا أخيتي يوم إن حصلنا العماير ولا راضي ولا ملاك للوالد الله يغفر له ويرحمه وعدنا شيء غير عمات الشميسي إيه أبشرت يا أخيتي عنده خير خير من الله عنده طال عمره أرض زراعية في الجلة حلم زاحمية وعنده فلة في تبوك وعنده محطة بنزين في الحوطة لا وعنده أرض تجارية على شارع التحلية ويوم بحكنا وحفرنا وشفنا الكاش والسيولة اللي عنده لقينا عنده حول 36 مليون وليه ما كنا ندري؟ ليه ما علمنا أنه عنده فلوس؟ كان الحين ما خويت شكش وكفتة وعزوز ولا رحت الاستراحة اللي شاهي صديق كله سكر كان الآن مخاوي عيال الراجحي واروح مزادات عقارية واطلع بسناب الدريم ويقول لي يلبى كبدك وكبد بيك وجدك الله يرحمك يا جدي الله يرحمك ويحللك ويبيحك بس هذا وش يبي ذا هالحين انت اللي بتعرض ولا امك هقول انثبر اجلس بس اجلس اي صح مالي دخل انا اوكي استمر واقول لك يا اخيتي يوم سوينا صك حصر الارث وكلفنا محامي معتمد علشان يقسم التركه طلع نصيبه
6 مليون وهذا شيك مصدق وبسمت. الله يجزاك خير، تعبناك معنا. يا وخير وش دعوة، هذا حق واجب وحقس هذا حقس الشرعي. يلا فمن له. وين رايح؟ تغدى معنا. ودي ودي والله يا وخيتي، لكن عندي أشغال الليل فوق راسي. عندي اخت منيره بروح امرها في الشفا وبعطيها حقها، وعندي اخوي خالد بمره في السويدي بعد واعطيه حقه. ما ودي اخرهم كثر ما اخرناهم في اجراءات صك حصر الارث. فما له. الله يعطيك العافيه. فيلبا كبدس وكبد بيس. هلا والله من ام الكاش. اطمخ يا ام عامر، ست من الاغنياء. هلا والله بام قدس. وشو قدس؟ هو بالقدس وانت ام قدس. اجلس اجلس. خلاص فضحتنا بين الجيران، كلهم دروا. يمه عجبك وضعي الحين؟ ما غير متسدح بالاستراحه، لا شغل ولا مشغله. هذا من رداك، انت ما تبي تتوظف. ما لقيت نفسي بالوظيفه. ما شاء الله، اجل وين تشوف نفسك؟ في مجال المال والاعمال. بس تعرفين يمه، اليد قصيره والوضع دميره، وانا فكرت قلت ما لها الا امي، توها وارثه 6 مليون، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. فقلت لو اعطيتيني مثلا 300 الف ما بضر الشيء، واوعد سعد نهايه السنه اردها لس دبل. لا ترجعها دبل، رجعها مثل ما هي. يعني شلون اخذها وارجعها لس نفس ما هي؟ وين اللي يقول مال واعمال؟ عز الله انك توفقت. لا لا امزح امزح، بس انت هاتيها. سلام عليكم. وعليكم السلام. فين كنتوا؟ كنا نوصل صوتنا لدارتنا. كنتوا عند بالنافل؟ يعني حاجه زي كذا. واحنا الاتحاديين، مين يوصل صوتنا لدارتنا؟ كلم فيصل العيسى. من الصيف هو يصايح ويغرد ويمنشن، ما حد اعطاه وجه. ايوه عرفت مين اللي حيوصل صوتنا. والله ما نبغى تندف غرفة، أنت ما تشوف؟ يلا سري. يعني وبعدين إيش تبغى أنت؟ أنا عاشق. عاشق؟ طيب إيش أسوي لك؟ جاني في نص الليل تقول لي عاشق؟ أنا عاشق للاتحاد ونبغى صفقات يا كابتن. دحين مصحيني من النوم وتقول لي تبغى صفقات؟ أديك الصفقات وأوريك كيف؟ الحمد لله. بس لا لا لا، فهمتني غلط، أنت أسطورتنا وصوتك مسموع. نبغى كده لاعب لاعبين محترفين يساعدوا بنزيمة، يعني يرضيك كده موسم طويل ما عندنا دكة. بالله عليك كلم الإدارة، ورانا كاس عالم. انت وراك كاس عالم؟ ايوه. طيب انا وراي حلقة مع الشنيف، بنام يلا سري. طب دقيقة كابتن، ممكن صورة بدون فلتر؟ طيب يا عبسة تعال خذها. سلامات، وش ذا الدفاع الخايس؟ والله شكلهم بيردون لكم الخمسة. قسم بالله ما عينا خير من هالصفقات اللي تجيب الهم هذه. واحد من الدوري الإيطالي وما أدري إيش، وشف ها يباص الكرة الخصم. سفتش وترفتش، وش جو المعاطس ذا؟ حنا ما ذبحنا للمحنكين اللي يقول محور 8 ومحور 6 وهذه آخرتها. والله طلع كلام الإدارة صح يا أبويا، هم قريبين من النادي وأدرى. إحنا ما نحتاج أجنحة يا أبوي، عندك قدام حمد الله وبنزيما هو ضاربة في الهجوم، وعندك ورا كانتي فافينو، يعني ما تجي علينا أهداف، إحنا نجيب بس هم ما يجيبوا أهداف. الإدارة أدرى ونونو أبخس وقطفنا ورود الصباح. شكوش شوف 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 من دخل يدخل ميشايل في قائمة الهلال. يا ناس يا عسل، كابوس اليتي وصل. يلا عيال استاذنكم. وين وين يا بوي؟ كلنا عارفين ايش حيصير. جول 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 يا لبي، جول جبنا الرابع، قلبناها أربعة على أرضنا على أرضكم. ما تفوز ما تفوز. مترفتش يا حبيبي وسفتش، خلي البلندور ينفعكم يا ابو يدوبك. كنت قلب عليهم انا جنط،
أنا أقل واحد في البلد يفهم كورة. المهم إن فزنا عليكم أربعة بملعبكم بلا بنزيمة بلا بطيخ. عاجبك يا كابتن؟ رزعونا أربعة. مجنون أنت؟ إيش جابك هنا؟ كلمت حق الاستقبال، قلت له أنا خوي محمد نور، أداني الكرت سيدة. ايوه جيت في وقتك، اصلا انا زعلان وبطلع حرتي فيك. اهدى اهدى يا كابتن، اهدى اهدى من كده يا ابويا، انا عندي طلبات وباك توصلها للاداره. صراحه يا ابويا لعيبتنا كلهم وسط كانهم متجمعين على سكه بلوت، نبغى جناح. تبغى جناح؟ دور لك اقرب محل بروست وخذ لك جناح من عنده. يا كابتن اي شيء، ظهير دفاع، ورانا كاس عالم يا اخي. عندك المركز الاعلامي اي شيء جديد بيعلنوا عنه، انت شايفني على سعيد انا ولا كيف؟ ما عندنا مركز اعلامي، انت اسطورتنا، انت صوتنا، انت تاريخنا، انت جلاد الخصوم. جلاد الخصوم وجلاد المراقيف الا زيك اللي يدخل الغرف من دون استهزاء.